الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا سائلي عن كربلاء ما هي، يا سائلي عن كربلاء ما هي، يا سائلي عن كربلاء ها هي، فانظر لغا بعينك الباكية. يا سائلي بالله قف ها هنا، نقاسم الأحزان ما بيننا، ابكي على من شئت أما أنا. يا سائلي بالله قف ها هنا، نقاسم الأحزان ما بيننا، ابكي على من شئت أما أنا. ابكي مصاب العترة الهادي، أبكي على شبانهم والكهول، بمهجة حرة ودمع هطول، مواسيا بالحزن قلب الرسول، مواسيا بالحزن قلب الرسول. والمرتضى والبضعة اليمن تبكي، أبكي شبيه المصطفى مذ هوى، أبكي شبيه المصطفى مذ هوى، أبكي شبيه المصطفى مذ هوى، فوق رمال الموت في نينوى، وأمه ليلى بنار الجوى، نادبة نائحة شاكية. بعد عليا من تبكي يا شاعر؟ أبكي لنجل الحسن المجتبى، أبكي لنجل الحسن المجتبى، لم يبلغ الحلم ودور الصبا، زف على السمر وبيض الضبا الضبا الضبا، وغاب نور الأشمع الزاهية، وغاب نور الأشمع الزاهية. بعد عليه من تبكي يا شاعر؟ أبكي على العباس في كل حين، أبكي على العباس في كل حين، وأرفع الصوت بقلب حزين. أين يسار البدر؟ أين أبكي على العباس في كل حين، وأرفع الصوت بقلب حزين. أين يسار البدر؟ أين اليمين؟ وأدمعي كالعلقم جارية، وأدمعي كالعلقم جارية. بعد عليا من تبكي يا شاعر؟ أبكي على الرضيع في نينوى، أبكي على الرضيع في نينوى، ضامي ولم يسقى بغير الدماء. يا ويلي عليك. أبكي على الرضيع في نينوى، ضامي ولم يسقى بغير الدماء، الأرض تبكي فقده والسماء. آه على أوداجه الدامية، آه على أوداجه الدامية. بعد عليا من تبكي يا شاعر؟ أبكي حسينا وهو فوق الصعيد، مخضب الشيب بفيض الوريد، لم أنزغ إذ قام فردا وحيد، حتى قضى بمهجة ضامية، حتى قضى بمهجة ضامية. بعد عليا من تبكي يا شاعر؟
كلهم جبتهم بعد منو ظل؟ يقول كيف تغض الطرف عليا نزار، يعني السادة شلون تسكت؟ كيف تغض الطرف عليا نزار وزينب يسلب منها الخمار، نساؤهم أطفالهم في القفار تسحقها الخيول في الأودية، نساؤهم أطفالهم في القفار تسحقها الخيول في الأودية. يا هل زينب زينب إيش ظل بيها وبكت حتى الأعادي من بواجيها، تنظر للثريا راس فوق الزان وتنظر للثرى شفياً على التربان، شوف العدى سووا يا بني عدنان ونومتكم الطالت شنه تاليها شنه تاليها. شوية العتب بي قسوة طبعاً، والله نومتكم الطالت شنه تاليها، يا أهل الشجاعة ويا ربات سيوف زينبكم خيال لها فلا مشيوف، تاليها على ناقة هزيل الطوف، والله تاليها على ناقة هزيل الطوف. جا وين المواضي وين أهاليها، جا وين المواضي، والله جا وين المواضي وين أغاليها، حق اللي عتب واللي يريد يلوم، كافي النوم عن الثار كافي النوم. شهر يا أهل الشيم زينب ببين القوم ولا واحد جاها ويسأل عليها، والله ولا واحد ولا واحد إجاغه ويسأل عليها. بشرعكم هذا صاير يا أهالي الطيب، كون أطفالكم لجل العقيلة تشيل، والله عيب عيب على الزلم يا بني هاشم، عيب زينب تنزبي وتضحك أعادي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن في محطة مهمة من محطات بحث الفتنة في نهج البلاغة. طبعا قبل أن أبدأ بذلك لا بد أن أعزي أهلي العراقيين وأبناء بلدي على المصاب الجدد الذي حل بنا ليلة البارحة، وحقيقة أدمى قلوبنا وأبكى عيوننا وآلمنا كثيرا. أنا من البارحة إلى اليوم شهد الله شبه المريض، لا نومتي كانت مريحة ولا مزاجي مرتاح وأعصابي تلفانة، لأن منظر كان مؤلم وبشع يعني بصراحة، أنه في ساعة واحدة أكثر من 80 عراقي يموت بهذه الطريقة المؤلمة المؤسفة، يعني فوق ما هم مرضى بهذا الوباء وجايين يتشافون وإذا يحترقون وفي المستشفى. هذا أمر مؤلم جدا يدمي القلب، وسبب هذا الأمر واضح جدا، هو تقصير المقصرين وفساد الفاسدين الذين ابتلينا بهم من 2003 إلى اليوم. هذا سببه باختصار شديد هو فساد الفاسدين وتقصير المقصرين، وهو التكالب على المال والتكالب على المناصب والتكالب على إلى آخره. هذه نتيجة طبيعية أنه أهلنا وناسنا حتى بالمستشفيات هم قاموا يموتون، قبل بالشوارع يموتون، الآن حتى بالمستشفى هم يموتون، بالشارع يموتون، كل مكان يموتون. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا طبيعتي من أتكلم بهذه المواضيع قليل ما أتكلم بيها، يعني كلش قليل، بالسنتين تلسين مرة أتكلم، ولما أتكلم أكون قاسي جدا بالكلام. ما أريد أدخل الآن التفاصيل على طريقتي وعلى عادتي، ما أريد أدخل، أرجع البحثي وموضوعي وما أريد أدخل في هذا الجانب المظلم أعتبره مظلم.
والله مظلم. يعني لما تدناله تتلوث، اقسم بالله تتلوث بقذارته ونتانته. ملاحظ. ولكن اكون ما متحمل مسؤوليه اذا ما اعزي اهلنا واعزي ناسنا واشاطرهم الالم واقولهم تالمنا كما تالمتم، واقولهم مصابكم مصابنا، احنا كشعب مصابكم مصابنا، والمكم المنا، وفاجعتكم فاجعتنا، وانا لله وانا اليه راجعون. انا باسم الاخوه في حسينيه الحاج جاسم، باسمكم وباسمي ايضا، اقدم العزاء لاهلنا الذين اصيبوا بهذه الفاجعه الكبيره. حسب ما دريت بعضهم عائله كامله انطفت، يعني 6 نفرات، 7 من عائله واحده. هذه فاجعه كبيره، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله ينتقم ممن ظلمنا، اللهم انتقم ممن ظلمنا بمحمد وآل الطاهرين، وأرنا ذلته في الدنيا قبل الآخرة كما أريتنا ذلة كل طاغوت في هذه الأرض. اللهم أرنا ذلتهم في الدنيا قبل الآخرة كما أذلونا وآذونا وحرقوا قلوبنا. هذا اللي أريد أقوله لعوائلنا حتى يعرفون إحنا متألمين من صدق، يعني إحنا ما عندنا مجاملة يريد البي، لا والله، بس هذا الواقع. يعني تألمنا بل تمرضنا من البارحة إلى اليوم لعظم الفاجعة والكارثة التي حلت بشعبنا المظلوم المضطهد. نقرأ الفاتحة، خلنا نقرأ الفاتحة. رحم الله من قرأ لهم سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. زين، احنا في المحطة اللي هي صور الفتنة في نهج البلاغة لمولى الموحدين عليه السلام. إلى الآن ما أدري كم صورة صارت، الظاهر 3: صورة الدواب، وصورة السبع، وصورة البحر الأعمق والأوسع، صورة البحر اللي يغرق فيه الناس في الواقع. وهاي الفتنة عبارة عن بحر تلتهم كل شيء، تلتهم كل شيء. زين، الصورة الرابعة للفتنة في نهج البلاغة، وهي أخطر وأدهى من الصور الثلاثة السابقة، ونسبة النجاة فيها تتضاءل كثيرا، نزول، وألمها أكثر وأوجع. هاي الفتنة اللي صورها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شنو هاي الفتنة الرابعة أحبابي؟ الفتنة الرابعة هي الآتي في النهج الشريف. طبعا خطبة رقم 187، أنا كل خطبة أستشهد بها أقول رقمها للأحبة حتى لما يردون يرجعون للنهج يسهل عليهم ذلك. خطبة رقم 187 بالنهج العندي الأمامي، معنونها الشريف الرضي، وهي في ذكر الملاحم. يعني أيضا الإمام متكلم عن أمور مستقبلية وفتن وكذا، فالإمام منطي صورة جديدة للفتنة هنا صلوات الله وسلامه عليه. شي يقول مولى الموحدين سلام الله عليه؟ يقول الآتي، التفتوا لي شوية جزاكم الله خير، بس خل أقرأ القبل حتى الصورة تصير واضحة. الإمام علي يسولف عن يا فتنة، وهي فتنة شنو، صورة شنو؟ الآن راح يتضح، ما أرد أقول، من خلال كلام الإمام علي راح تعرفون صورة شنو. يقول: أيها الناس، ألقوا هذه الأزمة، المقود، الزمام هو شنو؟ المقود، هذا المقود ذبوه، التي تحمل ظهورها الأثقال من أيديكم، ولا تصدعوا، يعني لا تتفرقوا على سلطانكم، فتذم غب فعالكم. يقول علي عليه السلام، يعني عاقبة فعالكم. هنا وصلنا، وصلنا. ولا تقتحموا، لا تدخلون، ما استقبلتم من فور نار الفتنة.
من فور شنو؟ هنا الفتنة شنو صارت؟ نار تحرق بالدنيا قبل الآخرة. هنا الفتنة على ابن أبي طالب يصورها بالنار. شريد يقول كما راح أكمل الآن الكلام، راح أكمل الآن الكلام، بس التفتوا لي كلش كلش التفتوا لي. علي بن أبي طالب يقول أكو فتن تجي نار. المؤمن الواعي اللي يريد ينجو من نار هذه الفتنة مو يوقف قباله هالشكل ويقول تفضلي. طبعا إذا يسوي هيك علي بن أبي طالب يقول النار تحرقه وتروح ذاك الصوب، يعني تحرق الأخضر واليابس. شو القرآن الكريم يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تشمل الجميع. هسه أنا أئمتنا سألوهم قالوا لهم ليش حتى غير الظالم هم يصاب؟ أئمتنا يقولون غير الظالم أدى دوره تجاهها يوم ما أدى دوره، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، قال هاي غلط يو لا، إذا لا يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية، إذا ما قال كلمة الحق يتحمل مسؤولية. اتقوا فتنة لا تصيبن خاص، القرآن الكريم يقول صريح العبارة، يتحمل مسؤولية. أما إذا رضى فهي بعد طلبة كبيرة، إذا رضى، أما إذا كان راضي لا بعد هذا خو، هذا بصميم الفتنة يعني بصميمها. يعني شلون في زيارات أمتنا عليهم السلام لعن الله أمة قتلتك ظلمتك لا لا أصلا سمعت بذلك فرضيت يا ملعونة، وأصلا هي محسوبة أنها شاركت بقتل الحسين لأنها رضت. شلون ترضى بفعل الظالم؟ المفروض تتبرأ من فعله. شوفني، فمرة واحد يشوف فالنار جاية يوقف قدام النار يقول فينش تعبرين؟ يقول له سهلة، النار هم تجي تحرقه وتعبر وتروح. علي بن أبي طالب يقول بعض الفتن تجي قوية جدا، كلش قوية، نار كل شيء أمامه تحرقه، شو نسوي يا أمير المؤمنين؟ يقول وخر عن طريقه، خليها تمشي، خليها تعبر، افتح لها كوة، افتح لها باب، خلي شنو تعبر وتولي وانت ابتعد عنها، وإلا تحرقك ترى. شوف شو يقول أمير المؤمنين، يقول ولا تقتحموا ما استقبلتم من فورنا، لا تدخلون بهاي نارها، لا تطبون، إذا دخلتوا صرتوا وقود لغيركم، لا تصيرون وقود، لا تصيرون وقود. جماعة وجماعة ملاطخ بيناتهم على قضية القضايا، شو عندك تطبون؟ هسه مرة تدخل وتقدر تصليح هسه هذا شيء، بس مرة القضية أكبر من إصلاحك، مرة القضية نار نار. الإمام علي يقول اعتزل، قول هاي باطل وأنا ساحب نفسي، وقعد ببيتك وخليها تعبر وتولي وطلع، لا تدخل بداخلها، تروح وياهم، تروح بالرجلين. يعني ما أدري إيش قد قاعد تمر بينا فتن النار إحنا الآن، إيش قد قاعد تمر بينا فتن النار، شو نكون نسوي إحنا؟ وليش أقول لك هذا البحث مهم؟ جتني رسائل الله يشهد على مواقعي، كثير من الشباب كتبوا لي استونا بدينا نعرف شلون نحلل الأحداث بهذا البحث، أقسم بالله طرت من الفرح من شفت الرسائل، مجموعة كبيرة من الشباب كتبوا لي الآن بدينا نعي الأحداث ونقراها ونفهمها بهذا البحث، لو ما حصلت إلا ذول الشباب هذا فد إنجاز عظيم ولله الحمد. إذا شاب تحافظ عليه من أن يروح بالرجلين هو كافي، واحد كلش كافي، والمصيبة يروح بشي لا إلى بيناقة ولا جمل، الغيرة الغيرة يروح بجيد غيرة، يعني هو يصير وقود حتى غيره يحصل اتشي. يعني في روايات الأئمة عليهم السلام أكثر الخلق خسارة اللي يبيع دينه بدنيا غيره، يبيع دينه بدنيا غيره، يعني هو يتورط بمشاكل كثيرة، يبيع من خلال المشاكل دينه حتى دنيا غيره تعمر. أئمتنا يقولون هذا أكثر الناس خسارة.
انت اذا واعي وذكي ما تصير هالشكل. انا قاري كلمه لاحدهم يقول ما يقدر انسان يصعد على ظهرك اذا ما تنحني له. كلمه حقيقه صحيحه بغض النظر عن قائلها، اذا ما شغل بقائلها انا، بس هي الكلمه صحيحه. يقول اذا ما تنحني الشخص ما يقدر يركب على ظهرك، انت تنحني تخلي هذا، انت حافظ على نفسك يا عيوني، انت اخو حافظ على نفسك. يقول علي: ولا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنة. خصوصا ببدايتها، ببدايتها أكو شنو؟ فورة فورة النار تلهب ألسنة لهب الذب تحرق. وأميطوا عن سننها. أميطوا اكشفوا سننها طرقها، يعني منشوفوها جاية بطريق الزم الرصيف خليها تعبر، لا تبقى بنص الطريق تحرقك تاخذك وياها. اميطوا عن سننها، من شو جايب درب وخر عن الطريق مالك، تروح بطريق ثاني خليها تعبر ختولي وانت تسلم. يقول: واميطوا عن سننها وخلوا لها قصد السبيل، او خلوا قصد السبيل لها، خلوها تمشي بدربها وين ما تريد تولي وتروح، بعد يرجعوا بطريقكم. هاي نار الفتنه، خليها تمشي زين. الله، الدور علي بن ابي طالب يقولهم سمعوه، تدرون ليش قلت لكم كما بهاي الخطبه اللي هي 187 نجد البلاغه، الامام علي يقول لهم تدرون انا ليش اقول لكم؟ ليش يا امير المؤمنين؟ الامام علي يقسم بعمره، يقول: فقد لعمري وحق عمري. ايش يقول على المنبر؟ يقسم بعمري سلام الله عليه. يقول: فقد لعمري يهلك في لهبها المؤمن. اكو بعض الفتن، هاي النار الفاير الفايرة السنة لهبها تحرق الاخضر واليابس. علي بن ابي طالب يقول: وحق عمري اذا وقفت امامها بطريقة تحرقكم، وما تخلصون من شرها، وما تخلصون من تبعاتها، وما تخلصون من ارتداداتها. انت شايف اذا صار ايش يقولوا له؟ اذا صار زلزال ينبحر، الاخطر من الزلزال ارتدادات، تسونامي يسموه، اذا ينبحر ارتدادات الزلزال بعد الزلزال اخطر من نفس الزلزال. فمولانا هاي من ارتداداته ان هذا البحر يهجم على شكو منطقه قريبه يما ينهيها. ولهذا اهم شيء يصير عندهم اخلاء شنو؟ المناطق القريبه من ناس بسرعة قبل الارتدادات. أكو بعض الفتن تسونامي ارتداداتها وتبعاتها ولوازمها تسونامي. علي بن أبي طالب يقول: وحق عمر تحرقك إذا ما تشرد عنها وتوخر وتفتح لها الطريقة تعبر. وشوف الفتن احيانا من فتنه الى فتنه، وفي كل المجالات، المجال المعاشي، المجال العملي، المجال المرتبط بامور اخرى، مجال الان هذا موضوع فتنه التقليد، اكو تقليد يوم ماكو تقليد، الان هاي بعضهم شغالين بالاعلام على هذا الجانب، فتنه فتنه. ممنوع المجتمع يعيش بسلام، ممنوع عند بعض الناس، ممنوع نعيش بسلام، ممنوع نعيش بهدوء، ما ممكن ما ممكن. شغلك بهاي شغلك بهاي شغلك بهاي شغلك بهاي شغلك بهاي، ثلاثة ببيت واحد، واحد ضد الثاني، لأن هذا اتجاه معين وذاك اتجاه معين، وهذا هيك وذاك هيك، ما ممكن، ماكو هدوء، ممنوع احنا نعيش بهدوء، ممنوع. قرار متخذ سمين ما أعرف، بس متخذ، ممنوع أن نعيش بهدوء. فكون يطلعوننا كل يوم يشغلونا بقضية، والطريف يردونا شنو؟ يردوني يجرونا للهم يردو، احنا ما ننجر. تريد تحكي احكي، احنا شو وقت ما شعرنا هذا الشيء يحتاج الى تنظير وكلام
بالوقت اللي احنا نشخص صار مهم نطرحه، مو بالوقت اللي انتم تردون طرحه. هاي نخلوها ببالكم، لان كثير من الامور شوفوا هيك كنت تتعامل مع الفتن. اريد اذهان ناسنا كلش تكون واعيه. اكو بعض الناس يطرحون قضيه ما في وقت ما لمصلحه ما ويردون يجرون لهذا المعترك. اذا انجرينا مثل ما هم يردون فشلنا. احنا نشخص شو وقت نطرح هذا وشو وقت ما نطرح ذاك، مو هم يردون، لا احنا نشخص شو وقت. احنا نعرف المجتمع اكثر ونعرف هذا الموضوع شو وقت صار ضرورة وشو وقت وقته. مو كل شيء يردون هم يفرضوه عليك بإعلامي وآخر تكون تنجر له، لا أبدا، مو هالشكل، مو هالشكل. واي اكو حكي بقلبي، واي اكو عندي امثله الان بداخلي نعيشها انا وياك، بس ما احب اطرح كلش بوضوح، احب اطرح بشكل واخر. ما ادري الاحبه وياي لو عافونا. الان كثير من الامور تطرح على مواقع تواصل بشكل مكثف من قبل مجموعه معينه هي مو كثيره في حقيقتها، ولكن يصير اتفاق بالتركيز على أمر معين فيخدعون بعض ناسنا أن هذا الأمر المعين صار رأي، يشكل رأي شنو؟ رأي عام، وهو ليس كذلك وإحنا ندري. بس ندري أكو ترتيب خلف الكواليس على جيوش الكترونية معينة، يصير اتفاق بياناتها على تركيز إعلاميا يوم يومين على موضوع معين حتى يخدعون بعض ناسنا حتى يردون ندخل احنا بهذا المعترك. ما ندخل، لأن احنا ندري هذا مو واقعي. احنا ما عايشين بالمريخ حتى بنعرف ناسنا، احنا عايشين ناسنا وندري الشارع شنو بيه وما عايشين يعني. احنا لا عايشين لا بمنطقة خضراء ولا بمنطقة حمراء، بيوتنا بهالأحياء هذه ويا الناس ويا كل شيء نعرف، مثل ما أنت تعرف أنا كل شيء أعرف، مو بعيد أنا عن الناس مثلا حتى. فأعرف الشيء الحقيقي وأعرف المفتعل، والمفتعل هم أعرف أغراضه وأعرف من وراه وأعرف من مولاه وأعرف سببه، سبب إثارته أنا ذلك كل نعرفهم. فمو بكيفه هو يجرني شو وقت ما يريد ولأي موضوع يريد، لا أنا أشخص شو وقت أطرح هذا وما أطرح ذاك. هاي أقولها لأن بعض شبابنا يسألون يطرحون أسئلة، بعضهم ما فاهمين الموضوع شنو، أقول لهم هذا الكلام حتى تصير عندهم القضية واضحة. هذا أكثر شيء أقدر أوضحه، بعد أكثر من هذا ما أقدر. والآن أكو عدة جيوش الكترونية في مختلف الاتجاهات، وكل من يشتغل لجماعته ولهذا، أنت المؤمن كون تميز، تريد تحافظ على دينك من دون مصالح دنيوية كون تميز، هذا شنو ذاك شنو، هذا شي يريد ذاك شي يريد هذا شنو، هاي كلها كنت فهمت. يقول علي عليه السلام في صورة النار للفتنة، يقول ولا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنة، لا تدخلون بنصها، وأميطوا عن سننها عن طريقها خد تعبر، وخلوا قصد السبيل لها، طه حريتها خد تمشي، فقد لعمري وهي تدرون خلي أوضح أكثر شوية ما يخالف، يلا خير وضعك أسأل أبي شي يصير علي شي يصير خي يصير أسوأ والله شي يصير خي يصير يا الدنيا ايش تسوى. الآن هذا موضوع الإمام المهدي، شقد بين حرافات، شقد بين حرافات. وأنا تعمدت طرحت بحث الإمام المهدي من واحد محرم إلى اليوم مجلس الآن الأول، الآن جاوزنا 55 محاضرة في بحث المهدي، تعمدت أطرحها حتى نخلصها من هالبلاء اللي لحق بيه إلى آخر.
ايش قد اكو انحرافات على موضوع الامام المهدي؟ ايش قد اكو بعض الشباب الان يسال المرجعيه ما تتدخل، ما كذا، ما تدعو الى ضرب كذا، قل لي كذا، تحرك كذا، تسوي كذا كذا. هذا الكلام كله ليس في محله، كله مو صحيح. اصلا هو الاخر يريد هذا اللي تقوله انت، هو يريده، هو يريد صراع داخلي في مناطقنا وفي مدننا، ودماء تسيل وثارات تصير واعراض تنتهك، هو يريد ذلك. اهل الوعي شو يقولون؟ يقولون هاي فتنه لها فتره وتروح كفتن سبقتها كثيره. ايش قد فتن سبقتنا عالم التشيع؟ اذا احكي لك الدوخ تركوها علمائنا، خيهوسون خيهوسون، اخذوا لهم 100 سنه الان ما لهم وجود، ما لهم وجود، راحوا انتهوا. البابيه وغير البابيه كانوا اقوى من هؤلاء وراحوا انتهوا. هذا منين ماخوذ؟ من علي بن ابي طالب. يقول فتنه تجي وتريد تحرق وتريد تخرب وتريد توتر وتريد. علي بن ابي طالب يقول فتحوا لها الطريقه تمشي وتروح، لا تدخلون بمعمعة بنصها وتسوون مشاكل، خلوها تمشي، ما تاخذ هوايه، هي باطل، هي باطل، ما تاخذ هوايه. بس اللي يحبون يجي طرق ملتويه يرحولها، اصحاب الخط المستقيم ما ينغشون بهالسهوله هذه. هسه هذا مثال كلش واضح، مثلا من امثله عده اخرى ما احب اتطرق لها. وش اقول لك؟ اكو بذهني واي اشياء اريد فكره شبابنا تكون بعيده المدى، انه ليش ليش ليش، اكون تعرف جوابها ليش. مرجعيتنا قاعد تشتغل بذكاء وحكمه وحنكه وصبر وتاني ما تريد تسوي هوسه، الهوسه مو صالح احد. زين، يقول فقد لعمري يهلك يهلك وحق عمري على ابن ابي طالب. يقول الفتنه اذا ما فتحتوا لها طريق حتى المؤمن يهلك بها. يقول علي بن ابي طالب فقد لعمري يهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم. اذا دخلت في طريق الفتنه المؤمن يهلك وغير المسلم ينجو. طبعا بهاي بحساب المصالح والضرر وكذا، المهم ان نحافظ على المؤمن وغير المؤمن. هذا المؤمن ابتعدوا عنها ختولي، على شنو بالها المعترك، على شنو داخل فيه. زين، الدور شنو يقول علي بن ابي طالب؟ يقول لهم يابا انا من قلت لكم الاخوه تعبوا ياكل ولا الدور اخر شيء حتى انتقل للصوره الخامسه الاخيره، الصوره الخامسه الاخيره. طبعا من اقول الاخيره على الاقل لقيتها، لعله انت اذا تبحث النجم البلاغه تلقى صوره سادسه ولعله تلقى سابعه، كلش طبيعي. أنا ما قاعد أقول استقراء تام، هذا اللي وقع علي بصري. يبقى أنت ما تدقق أكثر لعله تجي صور أخرى كثيرة أنا فايتتني، كلش طبيعي. زين، الدور شو يقول علي بن أبي طالب عليه السلام؟ يقول يابا أنا من أقولكم هتشي لهذا السبب، إنما مثلي بينكم مثل السراج في الظلمة. والنعم يا أمير المؤمنين، والله وأكرم وأنعم، صلى الله عليك يا أبا الحسن. يقولهم انا هيك اقول لكم انا قلوب ضوى، انا ضوى بظلمتكم انورها، هيك اقول لكم فاستفيدوا من ذلك، اخذوا حكايتي لا تعوفوها، هاي حكايتي سراج بظلمه تخليكم تعرفون الامور تشوفوها تفهموها. طبعا علي بن ابي طالب من يقول عن نفسه سراج يعني يقول انا شريك رسول الله بمقاماته ما عدا النبوه، انا شريك النبي بمقاماته ما عدا النبوه. إنا أرسلناك شنو عيوني؟ شاهدا واحد ومبشرا اثنين ونذيرا ثلاثة وداعيا إلى الله أربعة وسراجا منيرا خمسة. علي بن أبي طالب يقول أنا سراج في الظلمة، يعني هذا المقام اللي هو لرسول الله في القرآن هو لي أيضا، بس النبي وعلي بن أبي طالب لا حتى الأئمة. دليل، أقول لك شنو الدليل؟ مو بس المصباح، مو بس المصباح، لا اكو دليل كلش هو على السراج. الامام المهدي بدعاء الندبه شي خاطب اباءه واجداده، او الامام الصادق مو تدرون دعاء الندبه
أكو اختلاف أنه للإمام الصادق يو للإمام المهدي، ما أدري الإخوة يدرون بذلك لو ما يدرون، أكو بعض المصادر تقول للإمام الصادق. المهم أسأل البيت نور واحد، الإمام المهدي شنو يخاطب الإمام الصادق؟ شنو يخاطب آباء أو أجداده؟ أحسنتم جزاكم الله خيرا يا ابن السرج المضيئة، يا ابن السرج، أنت المهدي ابن الحسن العسكري وهو سراج، الإمام الهادي سراج، الإمام الجواد سراج، نور نور. الإمام الهادي يقول في زيارة الجامعة الكبيرة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ابن السرج، النبي سراجا، الإمام علي بن نهج البلاغة: إنما مثلي بينكم مثل السراج. يعني يريد يقولهم أيها المسلمون الفتنة نار والإمام نور، لأنه يعني قبل شوية كان يقولون الفتنة نار، فيقولون بالمقابل آني نور. طبعا القرآن الكريم يقول النور دائم والنار منقطعة، ولهذا الإمام علي يقول الفتنة انطوها خد تعبر، لأن يعني الفتنة ما تبقى فترة طويلة، تأخذ فترة تهوس وتروح، لأن باطل، الباطل زبد اللي ينفع الناس يمكث في الأرض. شوفني هذا مرتبط بالسنن التحكم هذا الكون. الإمام علي يقول أنا نور، النور باقي حتى بيوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ذول الذين آمنوا النبي وآله حتى يوم القيامة نورهم يضوي الخلائق، نور باقي. أما النار منقطعة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الإمام علي يقول الفتنة نار، يعني تأخذ لها فترة وتروح، ولهذا فتحوا لها طريقة تمشي وتحترقون بيها. برا هاي الفتنة نار، يقولهم آني سراج يعني نور، النور اليوم القيامة باقي، فيقولهم إلزموا النور وتركوا النار حتى تنجون. اللي يلزم النار ويترك النور المنافق، مثلهم كمثل الذي استوقده منافق. اللي يلزم النور ويترك النار مؤمن. والأمر إليكم. شوف شو يقول: إنما مثلي بينكم مثل السراج في الظلمة يستضيء به من ولجها للظلمة، يستضيء بالسراج وأنا السراج. فاسمعوا أيها الناس وعوا وأحضروا آذان قلوبكم تفهموا. أنا محتاج مو آذان شنو أسمعكم الحواس، أنا محتاج إذا تردون تفهمون هاي المعادلة النور والنار وإلمن نترك وإلمن نتمسك، شغلوا لي آذان قلوبكم راح تفهمون المعادلة. إذا اقتصرتوا على أسماعكم ما راح تفهمون، قلوبكم تفهمون. ذول اليهود كانوا يسمعون بس بآذانهم، شنو قالوا؟ سمعنا وعصينا. ليش وعصينا؟ لأن الصوت وصل للقلوب يوم ما وصل، ما وصل زين. أما اللي قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك، سمعنا وأطعنا، ليش قالوا وأطعنا؟ لأن السماع بيش كان، يعني سمع بهاي الأذن الحاسة وقبل للقلب هم راح، وصل للقلب السماع، وصل للقلب ففهموا الحق، قالوا أطعنا مو عصينا، أكو فرق بين عصينا وأطعنا. كيفكم بعد؟ أنتم أهل أطعنا إن شاء الله، أنا على يقين أنتم أهل أطعنا، سمعنا وأطعنا. هاي يا صورة رقم إيش قد عيني؟ الخامسة، وهي الصورة الأخيرة اللي أريد أبينها للأحبة، صور الفتنة في نهج البلاغة حتى أنتقل إلى محطة جديدة للفتنة في نهج البلاغة. ستقولي ما خلاص؟ لا بعد شوية شوية حتى بقت الله لحق نبدينا بموضوع ثاني.
بعد اكو عندي موضوع واحد او محطه واحده بالفتنه بنهج البلاغه واحد. ما اتصور اليوم اللي حق نبدي بيها ان شاء الله، من بكره نبدي بيها ان شاء الله تعالى. شوفوا نهج البلاغه شنو بيه، هذا موضوع واحد اقدر اقول، بس اخاف اقول من الاف الموضوعات تقول قاعد تبالغ، خلي اقول من مئات حتى ما تتهمني بالمبالغه الموجوده في نهج البلاغه. ايش قد نحتاج شغل على نهج البلاغه ونستفيد ونتعلم منه. هذا موضوع واحد من واحد شهر رمضان لليوم احنا قاعد نشتغل به وبعده ما كمل. الصورة الخامسة، ومن خطبة له عليه السلام تجري هذا المجرى وفيها ذكر يوم القيامة وأحوال الناس المقبلة يوم القيامة. الخطبة 102 بنهج البلاغة، خطبة شقد 102 بنهج البلاغة. مو رأسا أبدي بمحل الشاهد، أبدي بالشنو؟ بالقبلة، حتى تعرفون يعني المناسبة وتسلسل الكلمات العلوية حتى الكلام يكون كلش واضح عدي وعدك. يقول علي عليه السلام: وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. هذا اليوم اللي أنا وياك كنا راح نوقف به، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوما يجعل الولدان شيبا، هذا الطفل يشيب، يوم ترونها سورة الحج تذكر نعم، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، يوم يفر المرء. زين، وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب. وجزاء الأعمال، أول شيء حاسبك شنو أعمالك، جيبوا الزينة جيبوا الموزينة، خلوهن بالميزان، ياهو الرجح ياهو النزل. كمل هذا يقول لك من بعد ما حسبنا كل حسابك صار جزائك كذا وكذا وكذا، هذا حسب عملك هذا، ومع المساعدات منا ومنك وإلى آخره، هذا اللي هاي النتيجة. تفضل هاي الفاتورة مالتك كنت تدفعها بعد، هذا جزائك، لو منا يوم منك، يوب أعلى عليين يوب أسفل سافلين. زين، يقول علي لنقاش الحساب وجزاء الأعمال: خضوعا قياما، الله، خضوعا قياما، ما يقدرون يقعدون، هاي التريليونات من زمن آدم لليوم واليوم القيامة كلها واقفة قياما، ما حد يقدر شنو يقعد من الخوف. أنا دوم هذا الأمر أجيب له مثال، أقول ذولا اللي عندهم عملية الواحد عزيز عليهم ويدخل بغرفة العمليات، والعملية شوية خطرة، الله يكفينا وإياكم الشر ويشفي مرضانا بجاه محمد وآل الطاهرين، وخصوصا جرح البارحة الله يمن عليهم بالصحة والعافية بجاه سيد الشهداء عليه السلام. فاللي عنده عملية خطرة ودخله وعزيزة غرفة العمليات، أهله ما يقدرون يقعدون، يبقون شنو؟ يفترون، يبقى يفتر، يروح منا يجي منا يسأل منا يقعد منا يروح منا ينزل يصعد، بس يريد يخلص الوقت ما يقدر يقعد، قلبه ما يطيق يقعد، قلق، فيظل يفتر يفتر يفتر، يريد يلهي نفسه على ما تطلع النتيجة يستقير. الإمام علي يقول خضوعا قياما، ما حد يقدر يقعد، ما حد قلبه يطي يقعد، لأن النار يشوفه والجنة يشوفه. زين، قد ألجمهم العرق. شنو ألجمهم العرق؟ ها؟ يعني وصل العرق لأفواههم. اخواني انا قاعد ابالغ يو اقرا من نهج البلاغه، انت شايف شي بلاء؟ شنو بلاء هذا؟ الجمهم الدابه وين يلجموها؟ بالفم. يقول ذولا العرق وصل افواههم، يعني جسمه كله غرقان بالعرق، هاي الخلائق، بحيث كل من واصل عرق الخلائق الى فمه، هذا شنو من يوم هذا؟ هذا شنو من يوم هذا؟ زين، قد ألجمهم العرق ورجفت بهم الأرض. يا أرض، أرض القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض كما يعبر القرآن، أرض القيامة. شنو أرض القيامة؟ أئمتنا عليهم السلام يقولون أرض مثل الخبز يأكلون منها إذا جاعوا، والله أئمتنا يقولون
صدق يعني أئمتنا شو يقولون؟ أنا مش ما أدري إنه أرض القيامة شنو، هم أئمتنا شو يقولون؟ بحيث الإمام مرة من قالها واحد ضحك، الإمام قال ليش تضحك؟ قال يا ابن رسول الله هم عن الأكل والشرب في شغل. تجي صدق أنت أرض مثل الخبز يأكل منها؟ هو إذا غرقان بالعرق إلى خلق يأكل، هو واقف يخاف يقعد باله يم الأكل هو حتى يأكل. الإمام قال له هذا علمك هذا فهمك؟ قال له إيه. شنو الإمام قال له؟ وين أكثر شغل وخوف في عرصات القيامة يو في النار؟ ماذا سألكم؟ خوف النار، وهذا يحترق بعد. قال له في النار يا ابن رسول الله. قال له هم بالنار، الله يقول عنهم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يقول الجنة يعني هم وبالنار يطلبون ماء ويطلبون طعام من أهل الجنة. فالإمام يقول له يحترقون ويردون أكل على صلاة القيامة ما يحتاجون أكل، هم بالنار يقولون نريد أكل. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، تفاحات برتقالات ما أعرف، طونا شوية متنا طونا كل ضريع وما أعرف شنو زقوم طونا من عندكم فشي. قالوا إن الله على الكافرين، ماكو هاي محرم عليكم ما تحصلون دشوفني. فالإمام يقول له بالنار يردون أكل بعرصات القيامة ما يحتاجون أكل. سكت سكت، شو يقدر يحكي؟ سكت. شوف الإمام شنو يقول عليه السلام، يقول قد ألجمهم العرق بعد ورجفت بهم الأرض، أرض القيامة بعد، فأحسنهم حالا. هلا 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 هذا الخير عقوبة الحاج. فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا. اللي يلقى مكان يوقف عليها برجلي هذا يعني مسيطر، هذا يعني في الشيء يحصل له مكان يوقف به على رجلي هذا مسيطر مولانا. فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متسعا. كتف على كتف، متن على متن، رجل على رجل، نفس بالقوة يتنفس. والله بعد هذا علي بن أبي طالب ايش يقول؟ هاي نجل بلاغة بين أخوان، ما قاعد أبالغ، أنا قاعد أقرأ حاجة علي بن أبي طالب. شو القرآن من يقول يوم نجعل الولدان شيبة؟ شلون شيبة؟ هن بذني الناس الشيب، هن بذني علي بن أبي طالب فصلهن زين. بعدين شو يقول أمير المؤمنين؟ ومنها فتن كقطع الليل المظلم. ها فهنا الفتنة صارت بيا صورة، ظلمات ليل، وهاي الصورة الخامسة للفتنة في نهج البلاغة. صارت الفتنة بصورة الدواب، والفتنة بصورة السبع، والفتنة بصورة البحر، والفتنة بصورة النار، والفتنة بصورة الليل المظلم. خمس صور للفتنة في نهج البلاغة. طبعا هسه الليل نقدر ننظر له من جانبين، وقت ما أظل عندي بعد الليل نقدر ننظر له من شنو؟ من جانبين. جانب من الجوانب أنه الليل فد عالم جميل تستقر فيه النفوس وتهدأ وترتاح. الليل يلهم الشعراء أن ينظموا الشعر ويتغزلون بالليل وإلى آخره، والنجوم وجمال النجوم وإلى آخره، وإن كان هذا التلوث الضوئي الآن خرب علينا متعة رؤية النجوم وإلى آخره، مو صحيح ولا؟ الآن أكل الأرض بها صار تلوث ضوئي، هذا التلوث الضوئي خلانا بعد ما نشوف جمال السماء. سابقا كانت الدنيا ظلمة بالليل تكون جميلة جدا جميلة، عجبك بس تباوع لها. المهم إلا إذا تروح للصحراء وماكو التلوث هذا، نعم ترى ذلك. مرة الليل تنظر له من هذا الجانب، خو هذا جميل كلش جميل وهو آية من آيات الله وكذا، بس أكو ليل تنظر له من جانب آخر وهو الظلمات الدسائس
المؤامرات اللي تحاك بالليل، الخوف، الظلمة، كل واحد عنده شغلة مو زينة يريد يسويها بالليل، اللي يسرق يسرق بالليل، ما أدري شنو بالليل، يريد يقتل بالليل، ما أعرف شنو بالليل، صحيح ولا؟ هذا في الجانب آخر بالليل. علي بن أبي طالب يقول الفتنة تجيكم مثل الليل المظلم اللي كل واحد يفكر يسوي له شيء مو زين يأجله لليل، هيك راح تجيكم الفتن. يقول ومنها فتن كقطع الليل المظلم، ترون شنو يقول؟ لا تقوم لها قائمة ولا ترد لها راية، هاي الفتن تأتيكم مزمومة مرحولة يحفزها قائدها ويجهدها راكبها، أهلها قوم شديد كلبهم، أعوذ بالله، أهل شر، أهل هاي الفتنة، شديد كلبهم، يعني شلون الكلب المسعور، هذا خوش تعبير بالشعبي، ربعنا يقولون ما أحب أقول على المنبر، هو المسعور. يقول شديد كلبهم قليل سلبهم يجاهدهم في سبيل الله قوم أذلة عند المتكبرين، يوقفون بوجههم في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون. هاي بعد هنا الحكي يظهر، هاي الفتن يظهر، هاي الخطبة الإمام علي قايلها هنا بالبصرة، فويل لك يا بصرة عند ذلك، من تصير هاي الفتن يظهر هنا تصير اكو مشكلة بالبصرة. هسه ما اعرف هاي قبل الجمل بعد الجمل، يقصد فتن تجيب آخر الزمان، كون نشوف شو راح نجد البلاغة شنو يقولون. يقول فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له ولا حس، وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر. ما أدري بصراحة هاي عقبناها الفتن جاية قبل الظهور، ما أعرف، هاي يظهر مكان هذه الفتن هنا هاي المدينة. أكو فتن بالكوفة الصير، أكو فتن بالبصرة الصير، أكو فتن بالشام الصير، أكو فتن بالحجاز الصير، هاي هنا علي بن أبي طالب قاعد عن الفتن الصير هنا، والحرب الصير هنا، والجوع يعبر عنا الأغبر ليصير هنا، والموت الأحمر ليصير هنا. هاي الفتنة اللي تصير هنا علي بن أبي طالب يقول صورتها صورة ليل مظلم. طبعا لما تكون صورة الفتنة صورة ليل مظلم تشتبه الأمور على الناس، يوم تشتبه لأن المعالم مو واضحة، الدنيا ليل ظلمة، المعالم مو واضحة، فتسبب شنو؟ اشتباه وشبهة عند الناس. هاي اشتباه وشبهة بكرة أسولف بيها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. كملنا؟ حصلنا شيء ولا؟ ما أعرف الليلة عاجبني أقرأ على الطفل الرضيع، هيك عاجبني، ما أعرف، الطفل الرضيع اللي كسر قلب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كسر قلب الحسين وأذى الحسين ولوع الحسين. ما أدري ينقلون، سامع أنا من أرباب المنبر وكذا أساتذتنا، ما أعرف، ينقل أنه سيد حيدر لما كتب قصيدته المشهورة المعروفة مات التصبر بانتظارك، طلع من الحلة إلى كربلة. هو كان طبيعة سيد حيدر أنه القصيدة بالسنة يكتبها مرة حوليات وما يقراها إلا بحرم الحسين أول مرة، يعني بالسنة يكتب قصيدة وأول ما يقراها بحرم الحسين، طريقة سيد حيدر الظاهر هذه. وكان أنا قاري في بعض الكتب كان لما يقرأ القصيدة يلزم سيف بإيده سيد حيدر، طبعا هو معمم طبعا سيد حيدر، بس طبيعته الشكل رحمة الله عليه سيد حيدر الحلي أنه يمسك سيف بإيده من يقرأ القصيدة ويأشر بالسيف إلى آخره في حرم الحسين، يجتمع العلماء لما يجيب قصيدته ويقرأ العلماء يعني الناس. فكتب قصيدته المشهورة مات التصبر وإجا إلى كربلاء، بالطريق بين حلة كربلاء شاف أعرابي عربي
على ناقة كذا، ملابس عربية، ملامح عربية حلوة. سلام عليكم سيد حيدر. قال له عليكم السلام. قال له سيد حيدر اقرأ لي قصيدتك الجديدة اللي تريد تقرأها بكربلة. بعد ما التبه ما التفت أنه منين عرف سيد حيدر؟ إيش ما أدري بالقصيدة، ما حيدري بيها، أول مرة يقرأها بكربلة ما حيدري بيها. زين هذا إيش ما أدري هو عنده قصيدة، ما انتبه ذني كلهن ما جاني بباله. قال له أنت مبين عليك رجل عربي وشي، ويعني مو مال شعر، يعني خاف هذا شعر فصيح، خاف مثلا ما تفهمه كذا. أنا ترى ما أنظم الشعر الشعبي، أكتب شعر فصيح شوية صعب. قال له إيه هو هذا فصيحك اقرأ لي إياه إذا سمع. قال له مو أنا عندي عادة القصيدة أول ما أقرأها بحرم الحسين فما أحب أقرأها. قال له ما يخالف اقرأ لي إياها. قال له ما أحب أقرأها. قال له سيد حيدر لقد آذيتني، اقرأ القصيدة، لا تطول وياي بالحكي، لا تظل تردني وتحكي وياي. أقول لك اقرأها يعني اقرأها ما أعوفك، اقرأها لا تظل تردني، قصيدة اقرأها أريد أسمعها. شاف لا مصر يعني. قال له عمي خلي اقرأ لك شنو اسوي، اقرأ لي بيت بيت يعني. قرأ له مات التصبر بانتظارك أيها الم. يقول شفته يقلب كفيه ويقول سيد حيدر الأمر ليس بيدي، ليس بيدي. يقول قرأت لحيث الحسين بكربلا خيل العدا طحنت ضلوعه. يقول سمعته يقول واجد داه وحسينا. يقول قرأت له ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. يقول قال لي كفاك سيد حيدر لقد قطعتني ياط قلبي. يقول ثم غاب عن بصري فعرفته الإمام المهدي عليه السلام. يقول لما قرأت له ورضيعه قال لي كفى سيد حيدر لقد قطعتني ياط قلبي كافي. ما أعرف هذا الرضيع الحسين لما ودع كل أهل بيته وكذا وراد يروح للميدان طلعت له زينب قالت له أبا عبد الله. قال نعم. قالت له هذا طفلك الرضيع عطشان وبدأ يغمى عليه من العطش بين الساعة والأخرى، خذه إلى القوم لعلهم يسقونه قليلا من الماء. الحسين باوع الطفل بكى يدري ذولا ما عندهم رحمة بن أمية. قالها زينب كتلوه. قالت له مغمى عليه ما أروح الطفل راح يموت. انظر إلى شفتيه كأنهما الخشب اليابس. الله لا يطيكم بني أمية لعنة الله عليكم. الحسين قبل كم يوم سقاهم الماء بإيده رشف خيولهم الحسين. ولكم على الأقل جزاء الإحسان الإحسان، سقاكم ماء يطو ماء. الله لا يطيكم إن شاء الله. ومن أين تخجل أوجه أموية، وجه الأموي يخجل ما يخجل هو ما يخجل. المهم الحسين باوع وبقى عنده بس هذا، كل أولاده راحوا وما ظل عنده بس زين العابدين وهالطفل هذا. باوع لبكى الحسين قالت له ما يخالف أبا ما ذولا يعني قتلوه ست شهور يريد ماي على شنو يقتلوه حاربهم؟ روح شيله قدامهم بلكة الله واحد منهم ذولا 70,000 هواية واحد منهم ينكسر قلبه يطي ماي. قالها طيني يا طته يا قبله برقبته الحسين. يا جماعة وليده طفل صغير وليده ست شهور عمره يشبه النبي صلى الله عليه وآله، دم محمد ولحم محمد. إيش سوى الدنيا حارة شمس الحسين خلى وليده جوه جبته غطاه الشكل وخلاه على صدره وإجا للقوم. إجا يمشي على رجلي وهاي عد العرب يعني أنا ما جاي أقاتل، أكو عندي حاجة، ذولا اللي يقاتلوني يعرفون هاي التقاليد، ما ركب جواده يعني أنا جاي مو بمهمة قتال الآن. هم يشوفوه من بعيد الحسين يمشي وأكو شي جوه ملابسه مبين. وصل يمهم قالهم أيها القوم إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. إن خفتم أنا أشرب الماء، أكو عندي طفل صغير عطشان، اخذوا أنتوا شربوا ماي رجعوا لي. هذا ابن رسول الله ابن نبيكم هذا. وطلع من جوه ثوبه راواه مياه شال امام الشمس هكذا رفعه الحسين بيديه. قال لهم اسقوه الماء ودع لاقوام الدمستاني يقول يا لله ما الخطب الفظيع، نبئوني انا المذنب وما ذا الرضيع. لاحظوه فعلي شب اولاد الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. اختلف القوم فيما بينهم قسم قالوا اسقوه الماء
قسم قالوا لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. عمر ابن سعد صاح حرملة اقطع نزاع القوم. قال له شنو أسوى أمير؟ قال له ارمي الطفلة بسهم خلصنا منه. حرملة يقول خليت سامي في كبد القوس وأنا أنتظر مكان ضربة قاتلة للطفل. إذ هبت ريح كشفت لي عن رقبته والله كأنها إبريق فضة من بياضها وجمالها. يقول صممت أن أرميه في رقبته. هذا حرمل اللعين المختار اجتمع بجماعته قالهم اتركوا كل قتلة الحسين والقولي حرملة. قال له ليش أمير؟ قالهم زين العابدين هذا ثالث طارش يدز لي. والقوم تفجنا قدام علي بن الحسين الإمام علي بن الحسين ثلاث رسل دزلي يسألني لزمت حرملة يوم ما لزمت حرملة. بالطارش الثالث سألته قلت له ليش زين العابدين هالقد مهتم بحرملة؟ يقول قل للعلويات ناذرات نذر المشط ما يمشي براسين إلا يقتل حرملة. قالهم ولقوا الإمام يزني عن حرملة ولليوم ما لزمنا حرملة وجوهنا سود قدام علي بن الحسين. ولكم طلعوا لي يا من جوا القاع الرجس النجس إذا شوفه شو مسوي هذا هالقد مأذي أهل البيت زين العابدين كل يوم يدز لي واحد اقتلتوا حرملة يوم ما قتلتوا العلويات يردن يرتاحن ما يرتاحن إلا ينقتل حرملة. المهم قالهم ما عذر أي واحد منكم روحوا فتشوا لي الدنيا كلها الكوفة فتشوها طلعوا لي حرملة من جوا القاع جابوا مولانا الحرملة حصلوا الحرملة وقفوا قدام المختار مكتف قال له لك حرملة شوف تعترف أقتلك ما تعترف أقتلك وأقتلك شر قتله بكل الحالات سولف لي أنت شنو مسوي تدري زين العابدين لحد الآن ثلاث رسل دازل عليك يرجو قتلتي ولا سولف لي شو مسوي أنت. قال له أمير أنا أنطوني سهام في يوم عاشورة أخطأت ببعضها وأصبت ببعض. قال له شنو أصبت بيهن؟ قال له أمير أول سهم بعيني أبي الفضل العباس. قال لك السهم الثاني قال له السهم الثاني عبد الله بن الحسن ذبحته على صدر عم الحسين. قال لك الثالث قال له السهم الثالث المذلل ضربت به الحسين اسقطته من الجوال. قال لك شلون ضربت الحسين؟ قال له الحسين ابو الحتوف ضربه بحجر على قصته الدم نزل على عيونه الحسين قام ما يشوف فشال ثوبه حتى يمسح الدم عن عيونه شفت بياض صدره ضربته بسهم مذلل. بحيث الحسين وقع من جواده على الارض وهو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة جدي رسول الله. قال له ولك بعد؟ قال له اما السهم الاخر يا امير ضربت الطفل الرضيع فذبحته من الوريد الى الوريد على صدر ابي الحسين. قال له لك حرمله قلبك هم شويه رق رق بمكان؟ قال له اي والله امير احكي لك صدق قلبي بمكان رق شويه انكسر. قال له وين؟ قال له من ضربت الرضيع بالسهم الرضيع قطع قماطه وطلع ايديه وشبك ابو الحسين. قال له والكسر قلبي اكثر الحسين خلى ايديه جوا ركبه الرضيع الدم يطيح بيد الحسين يذب للسماء فما سقطت منه قطره واحده على الحسين أخذ وليده ورجع.
مذبوح يا بشال حسين دم الطفل بيد اش حاله اللي يجتلي بحضنه ويده اش حاله وترس جفه من وريده ذب للزمه وللقاع ما خر اريد دمعتك تجري الليله يا ابا عبد الله اريدك تبكي على الحسين راح يخلص شهر رمضان اريد قلبك يلكم على الحسين دمعتك تجري على الحسين يا لسعادتك ويا لسعادتي نبكي على الحسين ايه اقول لك بعد قصه انا سامعها من الخطباء الله يرحم الماضين اسود المنبر هاي القصه سامعها من سيد جاسم الله يرحمه سامعها من شيخ صالح الدجيلي الله يرحمه هذول اسود الكبار خطباء يقول كل واحد كان ينقتل يوم العاشر الحسين يروح الزين العابدين بالخيمه يقول لابويا انقتل فلان يعني عدي الاكبر راح له قال لابويا انقتل اخوك الاكبر القاسم انقتل الحسين راح للسجاد قال لابويا راح القاسم وهكذا يقول لما قتل الرضيع العباس كذلك لما قتل الرضيع اجى الحسين هم للسجاد بس هاي المره الحسين متاذي اكثر من البقيه فقال لابويا قتل عبد الله الرضيع يقول قال لابويا أشوفك متأذي أكثر من كل مرة الرضيع أهم عندك من عمي قمر العشيرة شو هواي هاي المرة متأذي يقول قال له وليدي علي أخوك الرضيع كسر قلبي هواي كسر قلبي يقول قال له شلون الإمام السجاد قال له ابني من انضرب سهم برقبته خليت إيدي جوا رقبته الدم يطيح بإيدي هو يجيب شفته على الدم يصور ما يريد يشرب صور ما يريد يشرب لعنة الله عليكم بني أمية لعنة الله رجع الحسين إلى الخيام أول من استقبل الحسين سكينة أبا أخذته باكيا أرجعته ساكتا هل شرب أخي الماء وجئتنا ببقيته ما حاشاها الحسين كشف عن أخيها شافته مذبوح صاحت يا بويا الطفل عني دغطيها أنا مالي قلب يا حسين أصد لي والله أصد لي وأشوف ذبيح وماد رجلي بويا ذنب الطفل شنو المسوي ويا ذنب الطفل جني المزوي عطشان محد ما يسقي قال انت ما تتحملين روح صحتي صحي عمتي زينب مو تقولين لامك صحي لي زينب اجت زينب قالت له شو تريد مني ابا عبد الله هم مصيبه جديده ابا عبد الله انا قلبي خلص ترى انا انتهيت ابا عبد الله راح اوقع انا قالها زينب هاي المهمه ما حد يدبرها غيرك قالت له شنو شال عبايته شافت السهم برقبه عبد الله قالها انا ما اقدر اباوع مرتين ثلاثة زينب قالت لها رباب نعم قعد قبالي قعدت قبالي قالت لها رباب وين علي الأكبر راح وين القاسم راح وين أخوي العباس راح وين فلان فلان قالت لها زينب عظم الله لك الأجر بولدك الرضيع وشالت عبايتها عن الرباب شافته قالت لها انطيني يا سيدتي هاتشيها أخذته وقام تفتر بيه بالخيمة تقول له يا ابني طول عمري بعد موزي يا ابني طول عمري بعد موزي يعني بعدك يا وليدي وبعد الحسين يا ابني طول عمري بعد ما اريد وانت ما تحرك رجلي
والله وانت ما تحريك رجلي. هلا بيات انا بعد ما انعى ما بي خلص طاقتي خلصت. قل له يا الجنت بالظلمة تلالي بعدك بقت وحش الليالي، خذت سلوتي وظليت ازالي ودورا على يميني وشمالي، انا بزاي بزاي ما جانت ببالي، انا بزاي يما بزاي ما جانت ببالي الزن بالمغد. إلهي بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار. المؤسسون لهذا المجلس، تقبل مجلسهم وصله إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم يا الله، ادفع الوباء عنا يا رب. المجلس صار ذي دمعة يستجاب الدعاء. إلهي المرضى المنظورين ألبسهم ثوب الصحة والعافية بمحمد. أي نعم نعم، ذكرني حجي أحمد جزاه الله خير، مجلسنا الليلة نهدي لي الأرواح البريئة المظلومة اللي عرجت إلى ربها ليلة البارحة. هذا أفضل ما نقدم لأهلنا وناسنا، هالدمعة على الحسين هذه اللي تسوى الدنيا كلها. من بكى وأبكى فله الجنة، هاي دموعكم الطاهرة نهدي ثوابها إلى روح أمواتكم وإلى روح ضحايانا اللي وفدوا على ربهم مظلومين ليلة البارحة، إلى أرواحهم الطاهرة أموات شيعة أمير المؤمنين خدام الحسين علمائنا الماضين. ذكرنا سيد جاسم، ذكرنا شيخ صالح الدجيلي، شيخ هادي النويني هم خطيب من خطبائنا الكرام، وبقية خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع السلامة.